الاسود بيطلع الاسود مقارنتين بهذا حق الاربع دينين طير نازل عنده مشكله نوعيه الريش عنده نعومه في الريش ارتفاع عنده في الديل من ورا مشيته ما قاعد يعطينا ستيشن اللي احنا نبيه هاي بيطلع الطير الاش هاي بالنسبة حق هاي الثلاثة ما عنده روز بهالمستوى احنا نبي طير بخارة نبي طير يكون في روز في حجم يعني اقل شيء نبي روز اثنين ونص الى ثلاثة على حسب الستاندر وفي سطحية هاي ما عنده سطحية بيضاوي طير مو جاهز زين ما عنده صح في فراغات والبوت اقل من ديلين هاي بيطلع الحين توب 3 لحظه الحين توب 3 بيكون 10 دقائق ليك خاطر عندي كثير 10 دقائق الحين روحكم Thank you.
last another time's over. Write down your decision. يا حين بين البلو وبين الاسود الحكام اتفقوا على الجراند خليل لحظه طبعا النتيجه كانت الحكمين الساحه الشامبيون تم اختياره واتفقوا عليهم اثنينهم يعني اثنينهم اتفقوا على الشامبيون اوكي الشامبيون طبعا بيكون الاسود اعطيني فرصه اشرح حق ايش اسمه الجمهور ليش طلعنا اول ليش ثاني الحين الحكم اختلفوا في الوسيط ووسيط الوسيط الحين حكم الطاوله لو خليل اكبر بيختار وسيط الوسيط الوسيط وسيط الوسيط شوف عندك 10 دقائق مو اكثر الاحمر المفروض يكون الوسيط واحد يقول لا المفروض البلو يكون الوسيط فهني جدار حكم الطاوله هو اللي لازم يحل الموضوع هو اللي لازم تفضل ابو احمد على كل الطيور اللي شفناهم في المعرض احسن بلانس لكل الطيور هذا الطير الاحمر احسن سروال في المعرض شفنا سروال هذا الطير زين عنده شويه ضعف الروز بس روزه كبالانس حق جسمه وايد ممتاز شال ماله يعمل الكاب باب الطيور كلهم زين نشوف في فراغات في شالاتهم روزاتهم ما يصلحون على اجسامهم اجسامهم ضعاف روزاتهم كبار زين انا الريزيرف شيء طبيعي يعني هذا الطير الاحمر بمراحل يفوز على الازرق الازرق عنده تشطفات وايد ضعيف الجسم البلس اروع طير في المعرض كان هذا خليه الراب شهادات احسن وفي هاي شوي احسن بس المشكله الان ليش طلعت هاي المفروض اذا كان عنده مشكله المشكله شنو ما نبي جراند طير اعوج ولا ريزيف حاولت معاه كذا شيء اعدل الطير شوف الديل الديل ما اخذ صوب اليسار احنا اذا قاعد تحكي خليل ابو احمد قاعد تحكي عن 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 جراند ووسيط ويطلع بس قلت انا ما بضغط على الجمل وهاي لان هاي قلت لك معرض احنا كلنا نبي نجمع المربين علشان يجيبوا الطيور بس هاي الطير صار اعوج زين بس كبالانس كل شيء فيه حلو اذا طلعتوا جهه الديل قاعد يسحب جهه اليسار وياي بالجناح فوق بعض ما نبي الجناح لازم يكون سيده على الديل طلعت الثالث مقارنه بالدلف لان في عيب انا ما بطلع هاي الطير هالطير جسميا مو نفس هاي هاي جسم احسن بس احسنهم اكبر في الروض الشال الشال وايد احسن في رف اذا بجمع النقاط هاي بيجيب لي بوينت اكثر يعني تقريبا بيجيب لي شوي قريب للأربعين احنا طير نبي في الراس يكون قوي ويكون طير يعني شوي نظيف مو مستوى هاي بس طير احسن من هاي 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 طير بالانس حلو بس شنو مشكله مشكله عنده في شنو في الشال مقارنه لهذا طير زين بس عنده عيب في ديل طير حجم في الروز عنده حجم في الشال عنده الشال تقريبا نفس الشيء بس هاي الشال مخربط شوي مرتفع فوق ونازل تحت البوت احسن من هاي بس هاي تقريبا احسن من ديلين يعني
أعدل شوي شوي أجل. طيب أزرق ما أعرف هذا من الحين